يعني اكو شغله مهمه لازم ما اقول لكم اياها، انتو لازم تعرفون شغله مهمه جدا عن الترجمه. تدرون الترجمه هو فن، فن فن الترجمه فن جمال ابداع والله. يعني حقيقه الترجمه هي ابداع وهي فن. الشخص اللي راح يعني يبدع بالترجمه يكون فنان. شيء جميل جدا انه انت تكون مترجم. خلينا guided as a process for transferring meaning from language to another. اذا هو هي عمليه، تركز يمي، مو نقل ولا تفسير ولا تحويل، هي عمليه، هي عملية نقل. إذن بالبداية عملية نقل المعنى من لغة إلى أخرى. حلو، إذن هي نقل المعنى، ركز يمي، نقل المعنى meaning. هاي كلش ملاحظة مهمة. إذن إحنا ننقل المعنى، ما ننقل الترجمة، لا ننقل المعنى. شنو موجود عندنا بالمعنى راح ننقله. طيب عندنا فد شيء اسمه السورس لانجوج، ويختصرونها ب اس ال، يعني لغه المصدر. شنو يعني لغه المصدر؟ لغه المصدر هي اللغه التي تحتوي على النص الاصلي. يعني انا عندي نص انجليزي اريد احوله للعربيه اسميها سورس لانجوج اس ال. هاي طلاب، هاي منو دارس ترجمه؟ بالله خلي يحكينا، منو دارس ترجمه؟ من هو اللي دارس ترجمة؟ من يدرس قسم ترجمة يعني تخصص ترجمة؟ تبارك. أنا دارس آداب دكتور، ما دارس ترجمة، اختصاص آداب ترجمة. ترجمة. آداب لغة إنجليزية. آداب لغة إنجليزية. لا ترجمة آداب ترجمة. أوكي، يعني تريد اختصاص أنت؟ بالضبط، أريد اختصاص ترجمة. درست السورس لانجوج؟ درست السورس لانجوج؟ تارجت لانج اخذتوها ولا لا بالجامعه؟ حلو، جيد جدا. شفتوا؟ اذا حتى بالجامعه دارسينه، لانه هذا كلش مهم. السورس لانجوج طلابنا الاعزاء، او اللي يسمونها لغه المصدر، هي اللغه. راح اسالكم هسه واريد من عندكم تجاوبوني، ركزوا يمي، راح أسألكم بالأسماء. هي اللغة التي تحمل النص الأصلي، أو التي تحتوي على النص الأصلي. يعني أنا عندي لقاء لدونالد ترامب أو أوباما أو أي إن كان، هذا نص إنجليزي، هاي اللغة، لغة المصدر مالت إنجليزي، أحولها من الإنجليزي للعربي. اللغة السورس هي الإنجليزي. التارجت لانجويج طلابنا الأعزاء هي اللغة المطلوب تحويل لغة، يعني لغة الهدف، يعني اللغة اللي أنا أريد أحول النص إلها، يعني أحول نص من أوباما إلى اللغة العربية. هذا النص شنو؟ اللغة العربية هي لغة التارجت، لغة الهدف. أما السورس لانجويج فهي لغة المصدر. يعني ركز يمي زين. الآن مثال: George is now at party. George في الحفلة الآن. الآن كلمة George هاي كلمة أجنبية، ما هي المصدر؟ المصدر شنو المصدر؟ مصدر هي اللغة الإنجليزية. Language هي اللغة العربية. مثال آخر، مثال آخر: تقع البصرة في العراق. هذا 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 النص شنو؟ هذا النص شنو؟ هذا source language. بصرة is in Iraq. تقع البصرة في العراق. إذا ركز يمي زين، ركز يمي زين. المصدر أو السورس لانجوج هو اللغة التي تحتوي على النص الأصلي، اللي هو الأصل المتكون من ذات من تلك اللغة. أما التارجت اللي هو أنا كمترجم لازم أحول عليه. ركز يمي، هذا الشيء جدا مهم. الآن لو انطيتك نص على سبيل المثال، على سبيل المثال لو جبت لك نص لخطاب رئيس الوزراء
السيد مصطفى الكاظمي، هذا الخطاب هل هو سورس أم هل هو يعني مصطفى الكاظمي ويا مثلا على سبيل المثال ويا البابا؟ هذا من هو، من هو، ما هي، من هي السورس ومن هي التارجت؟ من يجاوبني؟ يلا جاوبوني. خطاب مصطفى الكاظم مش راح يصير. خطاب مصطفى الكاظم السورس، وخطاب البابا التارجت لانجوج. احسنت احسنت. اذا لا لا، شلون البابا المصدر؟ كاتبين، كاتبين اكو طلاب كاتبين لي البابا هي البابا، البابا هدف، البابا لا هدف، الهدف انا انا لازم اترجم للبابا، لا اترجم لغه الى البابا. جيد، عندنا عالم اخر. طيب تمام، شكرا جزيلا على تفاعلكم الجميل. عندنا كلمه، عندنا كاتفورد. كاتفورد هو عالم من علماء الترجمه. من هو سبوي؟ إذا سألتك من هو سنبوي، سبوي شو تقول لي؟ من هو عالم لغة عربية، عالم في اللغة العربية. تشومسكي، من هو تشومسكي؟ عالم بالنحو الإنجليزي، عالم بعلم اللغة، النحو أو اللغة، اللسانيات، اللغويات الإنجليزية. كاتفورد هو عالم من علماء الترجمة. نيومارك عالم من علماء الترجمة. سيبوي عالم من علماء اللغة العربية. بدر شاكر السياب أحد أهم المؤسسين للشعر الحر. هيك كل من عنده the father. إذن كاتفورد أحد علماء الترجمة، عرف الترجمة وإلى آخره. نيومارك أيضا عرف الترجمة. هاي تعاريف يعني نصيحة لله، أحفظوها، تحتاجونها، تحتاجونها جدا. يعني ما راح أنا أطرق عليه لأن إحنا مو منهج يعني بالجامعة ومطالبين به، بس أنا وضعت لكم إياها لأن راح تحتاجونها. هاي الملزمة راح تنزل للطلاب اللي راح يشتركون بهذا الكورس. طيب خلينا نكمل جوا. قال لك هنا we must deal with second language because translation is a standard. هذا حكي طبعا بالإنجليزي. عندنا أهم شيء جوا الملاحظات. قال لك we must deal with second language because translation in the source its form interlingual communication that involves. بمعنى أنه إحنا لازم نهتم للغة الهدف، لأن لغة الهدف جدا مهمة، أو اللغة الثانية اللي أنا لازم أترجم لها، هاي كلش مهمة. المهم هذا حكي عام. خلينا نروح على ملاحظات عامة في الترجمة. ركزوا لي، راح نبدأ بالمهم هسه. أولا يجب قراءة الجملة أو النص أكثر من 5 مرات، قراءة جيدة مع التركيز وتخمين الكلمات الغريبة. ملاحظة كلش مهمة. يعني لازم من أريد أترجم أقرأ النص 5 مرات، جملة 5 مرات، أظل أعيدها وأسقل بيها يلا أترجم، سواء إلى إنجليز أو إلى عربي. ثانيا، عند القيام بعملية الترجمة يجب مراعاة لغة اللغة المستهدفة، حيث نقرأ الجملة بعد الترجمة ونسأل سؤال: هل نقول هكذا في اللغة المطلوب الترجمة إليها؟ يعني أنا من أريد أترجم لازم أهتم للغتين، لازم أهتم للغتين. استاذ سيف ارجع لي بالله، ارجع لي على المثال. كلمة بصرة is in Iraq، البصرة في العراق. انا ليش ترجمتها الى تقع البصرة في العراق؟ احنا باللغة العربية سامع يعني احنا دائما بنقول باللغة العربية البصرة في العراق، لو نقول تقع البصرة في العراق شو نقول باللغة العربية؟ أباوع للغة وينها؟ معقول إحنا نقول هيك ورا ما أترجم أقول أنا أقول هيك بالعربي؟ لازم أراعي اللغة، أراعي الاختلافات. يس نكمل نكمل. طيب هاي ملاحظة ثانية. إذن ورا ما أترجم أسأل نفسي سؤال: أنا أقول هيك باللغة؟ ملاحظة أخرى، في اللغة العربية نبدأ بفاعل، بينما في اللغة الإنجليزية نبدأ بفعل.
نبدأ بفعل. طيب، أربعة، حاول قدر المستطاع الإطلاع على ترجمات سابقة، وحاول أنت أن تترجم حتى ترى كيف تتم الترجمة. إذن أنا لازم أطلع على ترجمات وأمثلة وسياقات، إش قد ما أقدر أطلع. الملزمة هذه راح تكون للطلاب المشتركين بالدورة، وهاي الكورس خاص لكل المراحل، ما خاص بمرحلة. يعلمك الترجمة شلون تبدي مجالك بالترجمة. حاول قدر المستطاع الإطلاع على ترجمات سابقة، حاول أنت تترجم حتى ترى كيف تتم الترجمة. إذن لازم نطلع على ترجمة ونتدرب إش قد ما نقدر. إيه نعم، عادي تقدرون تشتركون، هسه راح ننزل لكم معرف الاشتراك. إذن إش قد ما إحنا نطلع على ترجمة راح نستفاد. أستاذ سيف، اخفي لي الترجمات، أكو مثال هسه قدامنا، اخفي لي الترجمات، مو هسه بالأمثلة، خلينا نعبر هسه. طلابنا الأعزاء، الفاعل مثل ما تعرفون هذا الفاعل باللغة الإنجليزية I, he, she, it, they, you، هذا هو الفاعل. عندنا هنا تمرين مهم هسه راح نحله أنا وياكم. هذا تمرين يقول لك find the subject، جد الفاعل. راح أحل لكم الأولى، الجملة منه الفاعل الأولى هي، اللي هي الفاعل. الجملة الثانية هي اليو، يس. رقم ثلاثة، يلا حلوا لي رقم ثلاثة بالتعليقات، وين الفاعل؟ ندى. ندى. طيب what does does شو تقول يا فاعل؟ أداة سؤال. أحسنتم. رقم أربعة، من الفاعل؟ رقم أربعة، من هو الفاعل؟ The train. القطار هو ال. رقم خمسة، من هو الفاعل؟ Water. أحسنتم. رقم 12. رقم 12. My daughter. ابنتي هي الفاعل، يعني مو الماي، دير بالكم. هذا التمرين راح انزل لكم اياه بالقناه، تحلونه بواجب عليكم. طيب خلينا ناخذ تمرين. استاذ سيف، خفي لي الترجمه بدون امر عليك، خفي لي الترجمات ذني. خفي لي اياها الترجمه، خلينا نترجم جملة جملة، حاول تخلي نص فوقها أو أي شيء كان. لا حتى لو شفتون ما راح تلحقون. اي كل زين، عاشت ايدك. طيب نجي، ندى تيتش ماث، نبيل عفوا teach math. طيب الآن راح أترجم لكم ترجمة خطأ. نبيل يدرس الرياضيات، طيب برأيكم شنو راح يكون ترجمتها؟ خلينا نكتب خلينا نشوف التعليقات. يتعلم الرياضيات، منهج الرياضيات. طيب أنا قلت لكم ملاحظة مهمة جدا بالترجمة، قلت لكم يا أخوان لازم إحنا من نريد نترجم، من نريد نترجم أولا نبدأ بفاعل، هاي واحد. ورا ما أترجم أسأل نفسي سؤال، هل أني أقول هيجي بالعربي؟ طيب الآن عندنا واحد قال نبيل يدرس الرياضيات، لا دقيقة، نبيل يدرس الرياضيات، سؤال، إحنا نقول هيجي بالعربي؟ إحنا نقول نبيل يدرس الرياضيات؟ سؤال. جو أجاوب دكتور؟ أقدر أجاوب؟ يس جاوب دكتور. أوكي، لازم نقول نبيل يقوم بتدريس الرياضيات.
يعني احنا نبدا بفاعل لو فعل باللغه العربيه. بالعربيه نبدا بالفاعل، اما بالانجليزي نبدا بفعل. بالعكس. لا بالعربي نبدا بالفاعل وبالانجليزي نبدا بالفعل دكتور. لا بالعكس، بالانجليزي نبدا بفاعل وبالعربي نبدا بفعل. ها عفوا خربطت سوري. ممكن ممكن حبيبي. يقوم نبيل اوكي يقوم نبيل بتدريس مادة الرياضيات، ترجمة 100% صحيحة، ونقدر نقول يعلم نبيل مادة الرياضيات، أو نقدر نقول يدرس نبيل مادة الرياضيات، كلهم صح. طيب هسه أنا ليش قلت مادة؟ هسه واحد يسأل يقول أستاذ ليش إحنا قلنا مادة؟ ليش ما قلنا مثلا رياضيات؟ يعني ممكن المادة يمكن الشيء يكون غير واضح، فإحنا ضفنا من عندنا مادة الرياضيات حتى السياق يكون أجمل، حتى السياق يكون حلو. ليش قلت لكم الترجمة فن؟ ليش قلنا؟ لأنه إحنا ننقل معنا، إحنا فن. طيب My brother have three children. نعم رياضيات نكرة، فإحنا نقول مادة الرياضيات. طبعا اول خطا حنين كاتبه رقم، دير بالكم ترى رقم غلط، حوراء غلط، ما يصير تترجم رقم غلط، انت لازم تكتب كتابه. لدى اخي لديه ثلاثه اطفال، غلط غلط مو صحيح. نقدر نقول لدى اخي ثلاث أطفال أو ثلاثة أطفال، ثلاث أولاد أو ثلاثة، ثلاث لو ثلاثة شو تقولون؟ ثلاثة يخالف المعدود. لأن أحسنتي لازم نقول ثلاثة أطفال أو ثلاثة أولاد أو ثلاث أولاد. لدى أخي ثلاث أولاد أو أطفال، أعتقد children هي أطفال أحسن يعني، أو أولاد هم يصير يعني أبناء، أو نقدر نقول لدى أخي ثلاث أبناء أو ثلاثة أبناء يصير. طيب The train leaves every morning at 8 a.m. من راح يبديل القطار؟ غلط غلط حوراء غلط، ما احنا قلنا نبدأ بفعل يا حوراء، ابدي بفعل ابدي بفعل، دير بالكم ابدأ بفعل بالترجمة. يغادر القطار الساعة الثامنة كل يوم، يلا بعد من يترجم خلينا نشوف ترجمة أخرى. يغادر القطار كل ساعة ثامنة، لا Yes. كل يوم لو كل صباح أترجم؟ Yes. دكتور أقدر أترجم؟ Yes. Yes. Okay. القطار يغادر كل صباح في الساعة الثامنة صباحا. فاعل ما أنا قلت لك ابدأ فعل. أشبك؟ Yes. بس القطار شنو دكتور؟ القطار فاعل. ايه فاعل. ايه يغادر القطار كل يوم الساعة الثامنة صباحا. ايه قلت القطار يغادر كل صباح. غلط يغادر القطار. يصير نقول يغادر القطار صباحا كل يوم. برأيك يا هو الأحسن نقول باللغة العربية كل صباح لو صباحا كل يوم، شو نقول برأيك أنت؟ يغادر القطار الساعة الثامنة صباحا كل يوم. صحيح، ما أنا قلت لك اسأل نفسك سؤال، إحنا نقول هيك بالعربي، أنت دائما نسأل نفسك هذا السؤال. صح. إيه طيب خمسة. Benin doesn't use computer. اللي
اللي راح يقول بنين ما ترجم غلط، دير بالك بنين لا تستخدم، دير بالك لا تبدا بفاعل باللغه العربيه، ابدا بفعل. لا تستعمل بنين الكمبيوتر، لا تستخدم بنين الكمبيوتر، لا تستخدم بنين الكمبيوتر. ليش ما نقول مثلا جهاز الحاسوب؟ مو احسن؟ احنا عندنا باللغه العربيه جهاز، ليش نستخدم كمبيوتر؟ ليش ما نقول لا تستخدم او لا تستعملوا، لا تستخدم او لا تستعمل، لا تستخدموا بنين جهاز الحاسوب؟ مو احسن؟ احسن من الكمبيوتر. كمبيوتر اساسا مو كلمه عربيه، اصلها مو عربيه اصلا، هي مستخدمه باللغه العربيه. اتس اوكي يعني لا تستخدم الكمبيوتر، بس احنا يعني جهاز الحاسوب احسن، لا تستخدموا بنين جهاز الحاسوب، احسنتم جيد جدا. الدكتور من محول من اللغه الانجليزيه للعربيه، نقدر نضيف كلمه انه هسه حاسوب مو بس كمبيوتر، اوكي نقدر نقول حاسوب او اي نعم نعم، احنا نترجم الى ما موجود باللغه العربيه. انا ليش بس سؤال، انا انت وياي، انت وياي من قول جهاز، اوكي انت وياي، انت وياي بس سؤال انت وياي من البدايه. انا ليش قلت لك اسال نفسك سؤال، احنا نقول هيك باللغه العربيه؟ اسال نفسك هذا السؤال، يعني مثلا انت بيه ما راح اترجم لك وشوف رقم 6 it snows a lot in winter in Russia. It snows a lot. هي تمطر a lot كثيرا بالشتاء، بالشتاء في روسيا. هي تمطر كثيرا في الشتاء في روسيا. برأيك صحيح احنا نقول هيك باللغة العربية؟ هي من هي تمطر او من هي تثلج؟ من هي؟ من هي؟ روسيا. ادري من هي، من هي تثلج؟ اذا انا لازم اضيف من عندي حتى افهم، يعني هسه انا حتى افهم المقابل، المقابل قدامي جوز هو طفل ما يعرف شنو يعني تثلج او تمطر. فانا من اريد اترجم شو راح اقول؟ من ينطيني الثلج كثيرا في شتاء روسيا؟ الثلج كثيرا في شتاء، مو ترجمه حلوه هاي والله، عجبتني انا صراحه. يثلج الطقس كثيرا في روسيا شتاء، صحيحه. تمطر كثيرا في الشتاء روسيا، او يمطر او تمطر انها تثلج كثيرا في الشتاء في روسيا، انها تثلج كثيرا في الشتاء في روسيا، يعني ممكن شتاء في روسيا، كلهم صح. بس لا تبديلي بفاعل، لا تبديلي بفاعل. يثلج المناخ كثيرا في الشتاء، يثلج ممكن يعني. طلاب ترى كلها صح، كل ترجماتكم صح، بس الغلط دا أقوله ترى غلط هاي. يعني راح ناخذ هذا الموضوع، التنوع مال الترجمة. تثلج السماء بكثرة في روسيا، تمطر السماء بكثرة، لا مو تمطر، لا طيب غلط، هذا مو مطر هذا ثلج، دير بالك. رقم 7 I have no money at the moment، إذا أريد أترجمها غلط لا أملك، ما عندي فلوس بهاي اللحظة، حاليا لا أملك الكثير من المال، أنا لا أملك المال غلط. يكثر الثلج في الشتاء في روسيا، الترجمة موجودة بالملف لا تخاف، يعني موجودات كل شيء يعني صح. طيب I have no money at the moment، أقدر أقول طبعا لا أملك قرشا واحدا في هذه اللحظة. إحنا نقول باللغة العربية إيش لما نقول طلاب؟ نقول باللغة العربية لما نقول لا أملك قرشا واحدا في هذه اللحظة، أقول لما أقول؟ أقول إيش باللغة العربية؟ لا مو هيك، لا أقول، ممكن أقول، ممكن أقول هيك، لا املك بس بغيرتك ما عنده ولا فلوس، يعني
لا أملك مالاً. يعني نفس التعبير. لا أملك مالاً في هذه اللحظة. نعم يصير مو مشكلة. بس سؤال، هل ممكن أقول باللغة العربية أنا ما أنا أملك لا أموالاً في هذه اللحظة؟ أقول هيك باللغة العربية؟ غلط. هي هاي الترجمة يعني. ما يصير هيك. طلاب ترى هاي بس مدخل، دير بالكم. هاي بس مدخل. راح أشوفكم بعدين إيش وقت مرات نترجم بترجمة صعبة وترجمة سهلة، وهاي أنا وأنواع الترجمة كلها راح نأخذها يعني. وهو يعني مثل ما ذكرت لكم. We drink coffee every morning. يصير أقول نحن نشرب القهوة، أقول نحن نشرب القهوة، أو أقول نشرب نشرب خطأ. ما يصير. لا ما يصير، مو صحيح. ما يصير أقول نحن نشرب القهوة. النون هنا نون المتكلمين، نون الفاعل، نون أنا يعني أنا المتحدث. نشرب، إذا من قلت نشرب أقصد بأنوي، بدل ما أقول نحن نشرب أقول نشرب القهوة أو نحتسي القهوة. صحيح، نشرب القهوة كل صباح. مضبوط صح. Children do not go to school tomorrow. يصير أقول لا أذهب، لا يذهب الأطفال إلى المدرسة غدا، لو لن يذهب الأطفال إلى المدرسة غدا. ليش؟ لأن لن نستخدمها للمستقبل. لن يذهب الأطفال أو الأولاد إلى المدرسة غدا. Every child likes an ice cream. يصير أقول كل طفل يحب الآيس كريم أو المواطة. يصير أقول لا، ما راح يصير. شنو نترجم آيس كريم باللغة العربية؟ شو راح نترجم كلمة آيس كريم؟ مثلجات. الأطفال تحب المثلجات. غلط يا تبارك، مو صحيح. لازم نبدأ بفعل، نبدأ يحب الأطفال، يحبه كل طفل المثلجات، يحب كل طفل المثلجات، يحب أغلب الأطفال المثلجات. لا ليش أولاد؟ أولاد هو طفل واحد. every child like كل. نعم ممكن، صح عفوا صح، يحب الأطفال المثلجات صح، يحب كل طفل. نعم صح. طيب استاذ سيف، نزل لي هاي المنشور بدون امر علي. ماتت يعني هاستوي، شلون نترجمها؟ قدامكم موجوده، يلا. ممكن عاده شنو معناها هاستوي؟ معناها ماتت او توفت. كان اي يس تبارك توفت جدة سامي الشهر الماضي. احسنتي. نقدر نقول ليش ما قلنا مثلا جدة سامي توفت الشهر الماضي؟ لأن اسم فاعل، احنا بالعربية توفت. احسنتي يا تبارك، احسنتي يا تبارك. ثانك يو. احسنتي. طلابنا الاعزاء، انا هذا الوقت راح اتوقف لهنا، يعني ما راح اعطيكم بعد. الباقي انتم تحلونه، واجب عليكم. راح انزل لكم اياه بالقناة ونشوف أبداعاتكم. زين عيني، دير بالكم، ركزوا يمي زين، ترى يعني وراح نعرضكم إلى أنواع آلاف آلاف الترجمة، ونشوفكم يعني إن شاء الله تتخرجون من هاي الكورس أنتوا أموركم طيبة إن شاء الله. دكتور بلعز، إحنا سؤال فضلي.